ضابط إعلام المقر العام للدفاع المدني المقدم حسام حمدان ينضم إلينا للحديث في هذا الملف. أهلا ومرحبا بك. أجرينا مسوحات في عدد من المدن العراقية للتقصي عن إجراءات السلامة في المستشفيات، وهناك تضارب بين الدفاع المدني ومسؤولي الصحة حول المتصدي لمسؤولية إجراءات السلامة، ما السبب برأيك؟ تحية طيبة لك ولكل متابعينك ولقناتكم الموقرة. مديرية الدفاع المدني واضحة في تعليماتها وتوصياتها وإجراءاتها اللي هي من شأنها إجراءات الكشوفات على كل المشاريع من صنف أليف وصنف باء وصنف جيم من خلال المادة الخاصة بالدفاع من قانون الدفاع المدني المادة 11 الفقرة السادسة منه، إجراء الكشوفات على جميع المشاريع والمنشآت والمصانع والدور السكنية. هذه الاجراءات، اجراء الكشف مرتين في السنه، يكون هنالك لجان من مديريه الدفاع المدني في كل مراكزنا في بغداد والمحافظات. تقوم هذه اللجان بالكشف الاولي وبعد ذلك الكشف المتابعه. الكشف الاولي يحدد به المخالفات الموجوده لمتطلبات السلام والدفاع المدني ما متواجده في الوزارات او كذلك المستشفيات او المعامل او المصانع او الاسواق التجاريه. هنالك قطاع الحكومة والقطاع الخاص. القطاع الحكومي وبعد ذلك هنالك الكشف الثاني المتابعة اللي هو تخرج هذه اللجان. إذا ما طبقت يعني أزيلت هذه المخالفات يكون هنالك إجراء لهذه الاستقدام للقطاع الخاص، استقدام لجلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني، ويتم هنالك تغريمة ضمن قانون الدفاع المدني حسب المادة 20 و 21 من هذا القانون 44 سنة 2013. هذا بالنسبه للقطاع الخاص. اما القطاع الحكومي هنالك يكون اعداد تقرير من مديريه الدفاع المدني، يكون موقع من قبل معالي وزير الداخليه المحترم، ويتم ارسال هذا التقرير السنوي الى كافه الوزارات في الوزارات، باعتبار انه الوزير حسب القانون وزير كل وزير في دائرته هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني. من خلال هذا التقرير يتم تحديد المخالفات لهذه الوزارات. الوزير يتخذ الاجراءات بازالتها، تطبيق يعني باعتبار انه هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني. مدير الدفاع المدني ترسل هذا التقرير لكن عدم الاستجابه. لاحظ احنا وزاره النفط لها دور مميز باعتبار انها توجد هنالك اجراءات دفاع مدني وسيفتي متميز ورائع. وزاره النقل، وزاره الصناعه، توجد بعض الوزارات مأديه الاجراءات الحقيقيه للدفاع المدني ومتطلبات السلامه والدفاع المدني، لكن الصحة لا تكون غير مستجابة رغم تأكيداتنا، تقاريرنا، تأكيداتنا من خلال الكتب، مثل ما كان التقرير قبل قليل سيد مدير الدفاع المدني وأكد يعني هنالك إرسال الكتب رغم أنه هنالك عدم تفعيل فرق الحماية الذاتية في داخل المستشفيات. لاحظ هنالك الحراق اللي حصلت نتيجة هذه المستشفيات اللي هي كانت مؤقتة، رغم أنه مدير الدفاع حذرت أنه منع أنه هذا الاستخدام مادة استندويش بنا في بناء أو إنشاء أي مستشفى، لكن الحاجة الماسة باعتبار أنه العراق كان يمر في أمور صعبة لكورونا وعدم اكتفاء يعني المستشفياتنا في العراق، استيعاب العدد الكثير من المصابين. تم إنشاء هذه المقدم نبقى في فترة موضوع الدفاع المدني، اكتفاء الحاجة يجب إزالة هذه. طيب، مسؤولون في الدفاع المدني أكدوا أنهم دربوا أكثر من 100 موظف للتعاون معهم خلال حوادث الحرائق، هل تتم متابعة مثل هذه الإجراءات بشكل شهري أو سنوي مع دوائر الدولة؟ عندنا معاونية التدريب والتأهيل في مديرية الدفاع المدني، وعندنا أقسام في كل مدرياتنا في بغداد والمحافظات تجري دورات تدريبية، ويتم أعطاء شهادات لكل الموظفين اللي يتم إجراء التدريب عليهم في مقرات مدرياتنا، وممارسات عملية يكون هنالك ممارسات عملية لعمليات الإنقاذ، لعمليات الإسعافات، لعمليات الإطفاء، موجود هذا الشيء على أرض الواقع. لكن هنالك اكو مساله مهمه، انه فرق الحمايه الذاتيه
هنالك كبار السن او هنالك من هم عاجزين عن في هذا الباب. يعني نشوف نلاحظ انه بعض الفرق الحمايه الذاتيه لو مصاب يخلونه في هذا المكان، لا، يجب ان يكون هنالك رجل الانقاذ اللي موجود او فريق الحمايه الذاتيه يكون شاب متدرب ضمن دورات. احنا نقيم الدورات، نقيم الممارسات، لكن الاستجابه ضعيفه من قبل مو فقط وزاره الصحه، من قبل باقي حتى الوزارات، لكن وزاره الصحه كان يعني الاثر الكبير على عاتقها. ونلاحظ احنا هذا الشيء اللي حدث. طيب. المشكله انه فرق الحمايه ما كانت موجوده، مو بالهذا خفراء الدفاع المدني، مشكله خفراء الدفاع المدني في هذه الوزارات غير يعني ياخذون دورهم بصوره صحيحه. هنالك قسم خاص في كل وزاره، قسم الصحه والسلامه والدفاع المدني، هذا القسم ما مفعل في كل وزاراتنا. طيب سيادة المقدم، مع تكرار حوادث الحريق وأنها لن تتوقف، كيف نجيب العراقيين على هذا السؤال؟ كيف نمنع تكرار سيناريو ابن الخطيب ومستشفى الحسين التعليمي في الناصرية؟ احنا هذه مشكله. احنا السيد مدير الدفاع المدني يعني خلال لقاءاته تحدث على هذه الكارثه، هنالك عباره عن هنالك في وزاراتنا في دوائرنا عدم وجود اجراءات سلام بصوره صحيحه، خاصه في القطاع الحكومي مو مثل القطاع الخاص. القطاع الخاص يتم مثل ما اشرت انه هناك تغريمه ويطبق اجراءات السلامه، لكن احنا عندنا مشكلتنا في من بالقطاع الحكومي اللي هم يقولون احنا لا توجد هنالك ميزانيات خاصه لاجراءات السلامه والدفاع المدني وانشاء منظومات اطفاء او متحسسات حريق في ضمن الموازنات الخاصه بالوزارات. فنروح احنا نروح لهذه المشاريع، نروح لهذه الوزارات او نروح لهذه الدوائر ونقول احنا ما عندنا، مين نجيب هذه الاموال؟ يعني ما مخصص لنا في الموازنه، يعني هاي مشكله. يعني نلاحظ في مشكله في بغداد والمحافظات. ضابط إعلام المقر العام للدفاع المدني المقدم حسام حمدان، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.